اتمنى على الجانب الاخر ان يكون هناك استجابه لطلب النادي الاهلي في حضور اكبر عدد. النهارده النادي الاهلي خاطب السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخليه امام حضراتكم البيان عشان يطلب الموافقه على السعه الكامله لاستاد القاهره في مباراه الهلال. البيان امام حضراتكم، اتمنى ان ده يحصل ويكون متوفر لان الجماهير هيكون لها دور كبير جدا في مباراه الهلال، وده اللي انا كنت بقى اطالب بيه من بعد مباراه سان داونز. الاهلي او النادي الاهلي طول عمره دائما جمهوره هو حماه، جمهوره هو حماه، جمهوره هو سنده وداعمه الاول في كل الالعاب. الأهلي يحتاج للمؤازرة الجماهيرية الكبيرة لتحقيق الفوز والحصول على بطولة على بطاقة الصعود. الأهلي بالتالي أو إحنا كلنا النادي الأهلي وإحنا النادي الأهلي أكد في خطابه على تقديره للجهد الكبير اللي بيبذله رجال الأمن طبعًا، والتبعات والمسؤولية اللي بيتحملوها في مثل هذه المواقف الوطنية ومساندتهم للمؤسسات الرياضية التي تمثل البلاد في المحافل القارية. طبعا العدد اللي هيقرره الأمن أنا متأكد، يعني لو الأمن قرر أن السعة كاملة في الاستاد أنا متأكد أن السعة كاملة جوه الاستاد وبره الاستاد هيبقى في سعة يعني قد اللي موجودين في الاستاد. آه والله الناس متشوقة لرؤية ناديها وتشجيع نادينا فقط لا غير. مش هنبص لحد، مالناش دعوه. الفرق الاخرى المنافسه تعمل اللي هي عايزاه، لكن انا هشجع واقف في ظهر فريقي. ده اللي انا متاكد منه من جمهور النادي الاهلي في هذه المباراه. عشان كده النادي الاهلي طالب من الامن، من وزير الداخليه، اكبر عدد او الساعه كامله لاستاد القاهره. اتمنى ان يتم الموافقه على هذا الامر، لان زي ما قلت لحضراتكم النادي الاهلي جمهوره هو الداعم والسند لي في كل شيء.